مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في. يعني من زاويه اخرى نفس الحادث بيرنزران، يعني شوفوا خسائر كبيره اللي تسبب فيها سائق سلب اجرام كبيره فضل لحظات وصول قسطنطين من اجل معاينه هذا الحادث اللي في محج بيرنزران. على فكرة السياقة في حالة سكر راه تتسبب في حوادث سير خطيرة. كون دابا كنشوف واحد قاطع من تما ولا شي مرا ولا شي راجل غادي لدارو، فين غيوليو؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شربتي سكرتي الاتجاه ديال المنزل ديالك وخلي عباد الله هانين بلا مشاكل.